طبعا كلنا عارفين البلوجر سارة محمد والحادثة الشهيرة اللي اتعرضت ليها واللي بسببها فقدت بصرها، وكان وقتها فنانين كتير دعموها وأبرزهم سعد الصغير وأحمد شابه ووائل كفوري، وقال لها أنا معاكي في أي حاجة وده ابتلاء واختبار من ربنا وهتاخدي عليه الأجر والثواب. ودلوقتي سارة بتحاول إنها تسافر ألمانيا علشان تعمل عملية في عينيها، وحاولت فعلا إنها تسافر لكن التأشيرة بتاعتها اترفضت، وهي دلوقتي بتحاول إنها تتواصل مع الفنان تامر حسني اللي وعدها ان هو يساعدها في اي حاجه لكنها فشلت انها توصل له، وقالت ان صاحبها اللي معاه رقم تامر حسني رفض ان هو يديها الرقم وقال لها انه مسح الرقم من تليفونه. علشان كده ساره طلعت في فيديو بتستغيث للفنان تامر حسني وبتطلب منه ان هو يتواصل معاها، وقالت له انا عارفه ان انت بتسال عليا بشكل يومي وما قصرتش معايا خالص وكنت بتتابع حالتي اول باول، وحضرتك كنت حابب تسفرني. وقالت انها لما اتبعت لها دعوه من المستشفى الالمانيه السفاره رفضت انها تديها التاشيره، وبتطلب البلوجر سارة محمد من الفنان تامر حسني ان هو يتواصل معاه ويخلص لها اجراءات السفر علشان تسافر المانيا وتعمل عملية في عينيها وترجع تشوف تاني زي الاول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.